ورجعنا لكم مرة أخرى. طبعا ينضم إلي في هذه الفقرة فطبعا اللاعب الجيد اللاعب أحمد عادل مواليد 99 لاعب نادي الأولمبي السابق ولاعب المالية الحالي. أنا وسلم أحمد، أخبارك يا أبو حميد؟ نورنا. ومعايا طبعا النجم حسين الزهري صاحب أكاديمية حورس لكرة القدم. أهلا وسهلا حسين، أخبارك إيه؟ الحمد لله نورنا حبيبي. طبعا في البدايه كده يا احمد عادل، عايز اتكلم بقى، كلمنا عن نفسك شويه كده والانديه السابقه اللي انت لعبت فيها. انا كنت في البراعم الاولمبي، والدي كان مودين الاولمبي من وانا صغير خالص. تمام. في البراعم قعدت هناك 7 سنين، مشيت رحت الضبعه مع كابتن شريف عبد الله بتاع الاولمبي. تمام. والكابتن محمد كان ممتاز بيه ساعتها. تمام. كانت بتلعب ثالثه تقريبا. ثالثه. ولعبت معاهم كاس ماتش مع كابتن محمد ادري. تمام. وبعد كده رحت المصنع مع حضرتك. وبعد كده الماليه. تمام، ربنا يوفقك يا احمد. طيب قول لي كابتن حسين كده، بالنسبه لاكاديميه حورس افرزت لاعبين ولا لسه؟ معايا لاعبين جايين، معايا اسلام محمد بلاي ميكر كويس. تمام. مواليد كام؟ 2004. معايا عاصم طلعت 2005 فيرود كويس جدا. تمام. معايا برضو حراس مرمى كويسين، ومعايا مدرب حراس كابتن احمد زويل. معايا اللاعب الحارس مروان، معايا لعيبه كويسين، معايا عمر، معايا عمر هوف كويس جدا، عمر سيد وعمر ابراهيم برضو سيرد باك كويس، وسيد في لعيبه كويسين جدا معايا في الاكاديميه ان شاء الله، وداخلين دوري شارين اسم فرقه عزبه النخل. تمام. وداخلين بقى دوري السنه ان شاء الله منتخب القاهره. بس معايا لاعبين جيدين جدا يعني على مستوى باذن الله. تمام. قول لي يا احمد كده، يعني تطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله، يعني حابب تكون فين وهدفك ايه؟ ان شاء الله عايز اعمل عقد كويس في النادي في الممتاز. تمام. وعايز ابقى متواجد على طول في الملعب ان شاء الله. وربنا يكرمني مع حضرتك. طب قول لي كده، بالنسبه للاعبين انت شبيه للاعبين عالميين او لعيب محلي؟ انا الصراحه بشجع الزمالك، بحب ايمن. انت زملكاوي؟ حبيبي يا حبيبي. وانت حسين زملكاوي؟ طبعا زملكاوي. ايه طب كويس، حالك ولا زملكاوي؟ كل فخر طبعا. قول لي كده، طبعا دي الصور الموجوده على الشاشه، طبعا صور اللاعب احمد عادل نجم نادي الاولمبي السابق ونجم نادي الماليه الحالي، طبعا من اللعيبه المميزين الجيدين، طبعا اللعيبه اللي هي لها ان شاء الله يتنبأ لها بمستقبل طيب باذن الله. بالنسبه قول لي يا احمد كده، يعني بالنسبه للاعبين اللعيب اللي هو المحلي، تشبه طريقه لعبه زي مين كده؟ يعني انا كنت بحب ايمن حفني. وبحب مصطفى فتحي. تمام. اللعيبه اللي هي شبه اللعيبه اللي هي المهاريه. تمام. عشان انا بحب امسك كوره كتير. طب وعالميا بقى؟ عالميا بحب كريستيانو رونالدو وميسي واللعيبه اللي هي بتلعب هو في المكان اللي انا بلعب اللي انت بتلعبه. قول لي كده حسين، بالنسبه للمدربين الموجودين، المدربين يعني المتقين والمدربين كويسين؟ معايا مدربين كويسين على اعلى مستوى، معايا كابتن محمود مرجان، معايا محمود مرجان مدرب كويس، كابتن محمود مرجان، معايا كابتن يوسف حمدي تربيه رياضيه جامعه المنيا. تمام. معايا اداري كابتن جمال بن داري. شباب بقى صغير بقى لسه؟ في شباب وفي ناس يعني، كابتن جمال بن داري راجل من عمر والدي يعني كبير. ده كبير. كابتن جمال من الناس المحترمه. معايا موهبه الاقصر طبعا. كابتن محمود احمد. تمام. ليه بيتمرنوا في ملعب ايه بقى؟ بنتمرن في خماسي حاليا في ملعب المسله عندنا في عين شمس. وبعد العيد ان شاء الله رايحين مركز شوارع بحيث نتمرن عليه ان شاء الله. تمام. قول لي كده، بالنسبه لك يا احمد، افضل المدربين اللي انت عصرتهم بقى، اللي انت استفدت منهم استفاده جيده؟ الكابتن عبد الحكيم عثمان بتاع الاولمبي. الكابتن عبد الحكيم. والكابتن عثمان محمد. وكان في مدربين كتير قوي في الاولمبي، بس هم دول اكتر مدربين انا ارتحت معاهم. تمام. وتعلمت منهم وهم كانوا يعني استفدت من هؤلاء المدربين برضو، دي كانت حاجه كويسه برضو. تمام. قول لي بقى، افضل مباراه لعبتها بقى في حياتك كانت ماتش مين او مباراه مين؟ كنت بلعب في ماتش الاولمبي وسموحه، نزلت الشوط الثاني. تمام. وربنا كرمني ولعبت كويس. تمام. كسبتوا بقى سموحه ويا؟ لا خسرنا. قول لي كده حسين، بالنسبه بقى للاعبين اللي هم المميزين، طلعتوا حد لانديه
لا هو احنا اصلا لسه مبتدئين يوم 1/7 لسه اول سنه، اول شهر، اول شهر كمان، بس الحمد لله الفرقه وقفت على حالها كويس وقدرنا نطلع مواهب كويسه. المراحل السنيه ايه بقى اللي معاكم؟ معايا جميع المراحل. انا في لاعب اكبر مني 98. انت مواليد كام يا حسين؟ 99. 99. طب كويس. انا لاعب 98 اكبر مني في السنه. معاك شهادات بقى يا حسين ولا لسه هتبدا؟ انا لاعب اصلا. انت لسه لاعب؟ لاعب في نادي عزبه النخل. لعبت في عزبه النخل وصلاة القبه والهيك ستيب وبورت السويس والنصر القاهري. تمام. مواليد 99. مواليد 99. طب كويس. مركزك يا حسين بقى؟ بلعب فيرود صريح. فيرود بتجيب اهداف طيب؟ الحمد لله. طب افضل مباراه لعبتها بقى؟ كنا بنلعب مع البساتين في ملعبها. البلاستين دي اللي هي شاريها مولين العرب بيع الفرقه. ايوه الفرقه بتلعب باسم، بنلعب باسم البلاستين. تمام. فكنا بنلعبها وخسرانين الشوط الاول 2-0. جه كابتن مصطفى سفير قعد يتكلم معانا بين الشوطين. تمام. لازم نكسب والحمد لله قدرنا ننزل غير قلبنا عليهم الماتش خالص 5-2. طب كويس والله. قول لي يا احمد، بالنسبه بقى للمدربين المميزين اللي انت لعبت معاهم، يعني استفدت استفاده كبيره وبقى في تحسن في المستوى وبقى في فعلا فكر ونضج في الملعب؟ هو الكابتن عبد الحكيم. انا اول ما بدات معاه هو كان بيزودني بدني عشان انا كان عندي الكوره كانت اعلى من البدني. تمام. كان عندي البدني لكن انت شوية. كنت قليل في الايه، في الشق البدني. بس كان بياخدني بعد التمرين اعمل سبرنتات، يزود لك سرعات مثلا، لياقه بدنيه، بيشتغل عليا انا بالذات. وكنت ببدا الماتشات عشان اكمل ال 90 دقيقه وكده، وكان والدي على طول معايا. تمام. لا والدك صراحه يعني بص بيلبي لك كل رغباتك. انت بقى الملعب بقى خليني اكمل في الكوره وهو اللي ربنا يكرمه كده، لان الصراحه اللي انا شايفه واقف معاك وما بيسبكش ولا تمرينه وبيديك الدفعه القويه في كل حاجه وبيلبي رغباتك، ولكن انت بقى رد الجميل بقى ان شاء الله في الملعب ان شاء الله باذن الله انت يبقى ادائك رجولي، لان طبعا المستوى هو اللي بيفرق اللاعب عن اللاعب الاخر. خلينا نكمل. قول لي حسين كده، اصعب مباراه بقى لعبتها بقى، ومباراه عصيبه بقى واتغلبته كتير بقى النادي عندي؟ لا مفيش خلاص. ما اتغلبتوش ولا ماتش ولا لا؟ نتغلب بس يعني 2-1 1-0. طب اصعب مباراه اتغلبتها ايه؟ كان هي اصعب اتغلبتها يعني كانت مباراة كنا بنلعب دوري منطقة القاهرة، كنت ناشئين لسه، كنت بلعب مع عزة النخل. بس الكلام ده من 3 سنين أو 4 سنين. تمام. بنلعب مع عرب حصن، واتظلمنا كتير من التحكيم، وكان في ظلم جامد يعني. تمام. بس خسرنا 1-0 بالعافية كمان. طب بقى قول لي كده، إن شاء الله الأكاديمية دي هتبدأ تفرز لاعبين للأندية وتسوق اللاعبين؟ أنا إن شاء الله أصلاً بخطط لها إن أنا أسوق اللاعبين. في كام لاعب كده أنا حاطط عيني عليهم، إن شاء الله دول لهم مستقبل كبير. واحاول على قد ما اقدر ان انا اوصلهم حته كويسه ممتاز بيها على قد ما اقدر ان شاء الله. قول لي يا احمد كده، بالنسبه لنادي الماليه ان شاء الله، التعاقد الجديد لنادي الملك كفر الزيات، طبعا انت مستعد ان شاء الله باذن الله؟ طبعا عشان عايزينك كده نشوفك حاجه كويسه كده باذن الله كده ان شاء الله. انا هعمل موسم كويس السنه دي واركز ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله مع حضرتك في التمرين. ربنا يوفقك، لان انت من اللعيبه الصراحه المجتهده واللعيبه اللي هي بتلعب يعني لعبها كويس، عاجبني صراحه شخصيا. وطبعا يكون لك ان شاء الله مستقبل طيب باذن الله يا ابو حميد. قول لي كده، انت يعني حابب مهنه التدريب؟ مهنه كويسه مهنه كويسه، مهنه شريفه وفي نفس الوقت طيب، بس اهم حاجه اللي يدرب يتقي الله في اللعيبه، يقدر يدرب صح. تمام. يعني اخد فلوس اتعب بيها. طب هدرب ازاي من غير شهادات يا حسين؟ هدرب ازاي من غير؟ انا بدرب بخبرات وبسعى اليومين دول يعني. قدمت يعني انت بدات تقدم؟ بدات اقدم على كورسات تدريب. الناس اللي بيتكلموا عن الناس الدخلاء يعني، انت راجل لعبت في 5 6 انديه تمام لعيب، لكن الشهادات ديت لازمه منها عشان ادرس واطلع على حاجات. انا ابتديت اخد الشهادات على الاقل عشان لما اجي اروح للنادي كويس اقول انا معايا اللاعب الفلاني، يقدر يقابلني حتى مقابله كويسه. تمام. ده اللي انا بسعى. لا وشغلك في الملعب كمان، دام انت حابب المهنه ولسه سنك صغير، اطلع واخد شهادات بحيث ان انا ابقى متقن الحاجه ديت. تمام. ويبقى انا برضو ما فيش حد يلومني في حاجه. اكيد طبعا، بس انت برضو خبرات ومحدش يعني يوم ما حد ينزل. الخبره لوحدها ما تكفيش، لكن دورات وشهادات واعتمادك في نقابه المهن الرياضيه كمدرب هي دي اللي هتفرق. ده اللي انا بس. لكن انا بنزل الملعب بقى وخبرتي، ده انا لعبت 5 سنين في نادي معين، الخبره لا، فما ينفعش، لازم برضو الشهادات. مش حكم اللي انت بقيت لاعب كره قدم يبقى خلاص تمرن على طول، لا.
ده لعيبه كبيره واسماء كبيره خدت شهادات وخدت على المدربين اللي معاه كلهم بلا استثناء بتستفاد منهم برضو ما هو معاهم مش يعني كلهم معاهم شهادات تمام وانا بس بتستفاد منهم وبتاخد منهم الشغل من المدربين بنساعد بعض تمام. مثلا كابتن محمود جان ناقصه حاجه انا بكملها له كابتن يوسف حمدي انا ناقصني حاجه هو بيكملها لي كلنا بنكمل بعض كابتن محمود جمال كلنا مع بعض بس انت بدات فعلا تاخد دراسات ابتديت اخد دراسات تمام احمد حابب بقى تشكر على الهوا كده في اخر هذه الفقره حابب تشكر مين بالاخص حابب اشكر والدي ان هو خلاني اكمل في الكوره ان جت عدت عليا كذا فتره صعبه في الكوره ان انا سبت النادي وكده ان هو خلاني اكمل وكان عندي كمان زمايلي في الفرقه بطلوا خلاني اكمل يعني انت الوحيد اللي كملت وعندك استعداد ان شاء الله عندك استعداد طب حابب تشكر مين بقى غير والدك ال في المجال بقى الرياضي المدربين مثلا حابب اشكر حضرتك قوي صراحه عشان حضرتك وحابب اشكر الكابتن عبد الحكيم عثمان والكابتن عثمان محمد تمام ان هم علموني كوره وزودوني في التمرين تمام في حد عايز تشكره تاني؟ لا ماشي وانت في طبعا حابب تشكر مين كده في الختام يا حسين؟ اولا والدي ووالدتي وعائلتي تماما كل الواحد في عائلتي واقف كلها؟ كلهم الحمد لله المنطقه كمان يا لا كلهم الحمد لله والله بيقفوا في ظهري ويوم اجي اعرف ان عندي ماتش عليهم كلهم في ظهري تمام ويساعدوني ويدعموني بالنسبه لمجال الكوره كل المدربين اللي اتدربوا تحت ايدهم هم زي في مقام والدي كلهم تمام بس طبعا برضو اللي وقف في طريق افتتاح الاكاديميه توأم الكره المصريه يا علاء ياسمين علاء عز العرب وايمان علاء عز العرب صحفتي صحفيتين كويسين جدا وليهم مستقبل كويس استاذ احمد حليم برضو موقع جول بالعربي تمام دول ربنا يكرمهم ان شاء الله ان هم وقفوا في طريق جامد وساعدوني كويس وافادوني طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوفي الكرام اللاعب احمد عادل لاعب نادي الاولمبي السابق ونادي الماليه الحالي واللاعب حسين زهى طبعا من اللعيبه الكويسه واللي بدا في التدريب في بدايه حياته كده في اكاديميه حورس طبعا ما ننساش ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء القادم وحلقه خاصه عن شركات التسويق طبعا اللي هي يعني ما بتتيش ربنا لان طبعا افترع قريه ريفيه في احدى قرى محافظه البحيره بمركز كوم حماده طبعا سافر او ما سافرش تم النصب عليهم حوالي 40 فرد بمبالغ كبيره تتراوح الى 40 و 50 الف جنيه طبعا في شركه شريكه بموجب الفيديو الموجود اللي هنعرضه ان شاء الله هو والصور والخطابات الوارده وطبعا هنعرضه طبعا كل صغيره وكبيره الراي والراي الاخر طبعا علشان حق الناس ده يرجع ان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 11 من مساء يوم الثلاثاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته